مركز الزراعه الثقافي كجغرافيا بتتالف من شقين، يعني الشق اللي تابع له المتحف والمسرح، والشق الثاني اللي هو بتعلق بمنتجع السنديان. منتجع السنديان يعني هو الحاضن الرئيسي لمركز جلعد الثقافي. المنطقة اللي احنا فيها حاليا هي منطقة أم الدنانير، هي هذا الجبل يعني على ارتفاع 800 متر عن سطح البحر زي ما احنا شايفين. الأجانب حقيقة اللي بيدخلوا يعني معنيين بالثقافة، زيارة المتاحف عندهم يعني من الثقافات المهمة، وعندما تزور أنت الدول الأوروبية أول شيء على الخارطة السياحية بيحطوا لك المتاحف. متحف هندي للفنون هو مركز يجمع يعني في جنباته لوحات فنية تشكيلية لأهم الأعمال الفنية التشكيلية العربية. الجولة بالمتحف تحمل يعني صبغة علاجية روحانية، وشاهد يعني الزوار خلال دخولهم وخلال خروجهم من المتحف يعني بيخرج الإنسان بنفسية مختلفة تماما عن اللي دخل بها. هذا المتحف مميز ليس على مستوى الأردن فقط، وإنما هو مميز بالنسبة للشرق الأوسط. يعني أنت بتحكي عن متحف متخصص بالفن التشكيلي العربي، يعني هذا شيء نادر وقليل الوجود يعني. وغير هيك هو بيجمع يعني كل الدول العربية، إحنا جامعين كل الدول العربية يعني في هذا الإطار. اللي بياخذ جوله بالمتحف بيقدر انه عمليه انتقاء اللوحات ليست عمليه عبثيه، واللي بيشوف بيزور المتحف يعني يقدر عاليا يعني هذه القيمه الفنيه الموجوده في هذه اللوحات.